الرادار. الرادار دانا اليوم باش نحكيوا على البطاطا، باش نحكيوا على المخزون التعديلي للبطاطا مع المدير الجهوي للتجارة بنابل سي سمير الخلفاوي. سي سمير الخلفاوي أهلا وسهلا. سي سمير الخلفاوي ماهوش معانا باش نحكيو على المخزون التعديلي لمادة البطاطا، نحكيو شنو معناها مخزون تعديلي، نحكيو وقتاش ممكن الالتجاء للمخزون التعديلي لمادة البطاطا، نحكيو زادة على أنه بمعدل 80 طن أسبوعيا في أسواق الجملة قاعدة تتدخل العملية هذه، عملية التزويد في أحسن الظروف، علاش؟ هل فما ارتفاع نسق طلب خلال الفترة الأخيرة وإلا لا؟ ومعانا سي سمير الخلفاوي. سي سمير الخلفاوي أهلا وسهلا. هلا بك، صباح النور. مرحبا، مشكور جدا على التدخل معنا. في البداية خنفسروا شنو هو المخزون التعديلي للبطاطا، وقتاش نلتجؤوا إلى اعتماد المخزون التعديلي، وقديش الكميات اللي عنا في المخزون هذا؟ شكرا وتحية لك وتحية لكل مستمعي إذاعة إكسبريس اف ام. الحقيقة دي فرصة طيبة باش نبسطوا مسألة المخزون التعديلي والآليات اللي تم استعمالها من طرف الدولة في تأمين عملية التزويد بالمواد الأساسية والحساسة، وخاصة منها مادة البطاطا. وانتم تعرفوا معناها بالنسبة لمادة البطاطا هي مادة أساسية في الاستهلاك اليومي للمواطن التونسي، هذاك علاش فما منظومة اسمها منظومة التعديلية باعتماد المخزون التعديلي. الحقيقة عنا المخزون التعديلي هذا يتم استعماله خلال فترة الفجوة الهيكلية، فجوة الانتاج الخريفية، ويتم تكوينه خلال الموسم الفصلي لإنتاج البطاطا أواخر شهر ماي وشهر جوا. تنطلق عملية تخزين مادة البطاطا الفائض من الانتاج، يتم تخزينه ويتم استعماله خلال فترة الفجوة الهيكلية اللي هي تقريبا من أواخر شهر أوت تتواصل حتى تقريبا إلى 15 نوفمبر مع دخول الانتاج الآخر فصلي من مادة البطاطا. بالنسبة لهذه السنة 2024 المخزون التعديلي اللي تم المصادقة عليه هو في حدود 14279.306 طن من مادة البطاطا، فهم 59% تقريبا من الكميات هذو موجودين في ولاية نابل بما يقارب 8429 طن موزعين على 10 مخازن، دون اعتبار المخازن الاخرى المتواجدين في اريانا وبنزرت وباجه وجندوبه ومنوبه والقروان وسيدي بوزيد والقاسرين وصفاقس. التكوين المخزون هذا يتم عن طريق المجمع المهني المشترك للخضر بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة الممثلة في الإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات. تم المصادقة على المخزون التعديلي وانطلقنا تقريبا في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر في التوزيع المخزون التعديلي هذا. بالنسبة لولاية نابل مخصص لها 80 طن مادة البطاطا بصفة أسبوعية، وتعرفوا مع بداية توزيع المخزون التعديلي تم ضبط الأسعار اللي يلزمها تكون معناها على مستوى مختلف المسالك من مخزن تبريد الى البيع بالجمله الى البيع بالتفصيل، حيث انه تم تحديد السعر في حدود دينار و350 مليم على مستوى المخازن، دينار و600 على مستوى التداول بالجمله، ودينار و900 مليم على مستوى البيع بالتفصيل. بالتوازي مع ذلك انطلقنا في حملات مراقبه مكثفه، والحملات المراقبه هذه تستهدف مختلف مسالك التوزيع انطلاقا من مخازن تبريد على مستوى تجار مستوى التجاره بالجمله في الاسواق الجمله، وعندنا خلايا قاره الحقيقه على مستوى اسواق الجمله اللي تقوم بالمتابعه اليوميه في الكميات الوارده على سوق الجمله والتثبت من احترام مختلف المتداخلين للاسعار القانونيه المضبوطه. كيف عندنا عمليه رقابيه مشتركه تكون في الاغلب الحالات مع المصالح الامنيه وتستهدف المسالك البيع بالتفصيل لضمان تطبيق الاسعار القانونيه المحدده. بوصفك مدير جهوي للتجاره بنابل سمير الخلفاوي، المنتوجات الغذائيه في نابل متوفره بالقدر الكافي؟ بالنسبه لاغلب المواد الاستهلاكيه الحقيقه متوفره، باستثناء عن بعض الضغوطات على مستوى التزويد بماده السكر وماده القهوه. وكما تعرفوا بالنسبه للفتره هذه انطلقنا الحقيقه في توزيع مخزون استثنائي، كميات استثنائيه يتم برمجتها بصفه اسبوعيه. الكميه الجمليه لماده السكر اللي يتم توزيعها على مختلف معتمديات الولايه في حدود 147 طن
أسبوعيا مع إمكانية الترفيع فيها حسب ما تقتضيه الحاجيات الاستهلاكية، ويبقى معناها اليقظة ضرورية من طرف مصالح المراقبة الاقتصادية للتصدي لمختلف العمليات الاحتكارية أو عمليات التلاعب بهذه المادة. وإن شاء الله معناها باش يكون الوضع العام أكثر استقرارا مع توفير أكثر ما يمكن من كميات من هذه المادة الاستهلاكية الحساسة. بقية المنتجات الأخرى الحليب الحقيقة صار فيها نوع من الاضطراب المحدود مع بداية شهر سبتمبر، وبالنسبة للفترة الحالية تم استقرار على مستوى التزويد، وتم معنا فهمتنا بالنسبة للكميات والحجم نتاعها المتداول على مستوى السوق يفي بالحاجيات الاستهلاكية. واضح، مشكور جدا المدير الجهوي للتجارة بنابل سي سمير الخلفاوي على التوضيح هذا الكل. حوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس اف ام. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى لل 11:30. 95 99 96 87. التونسي يحافظ على نظافة البيئة ولا لا؟ في عاداته هذه والا لا؟ مواصلين معاكم في شارع التونسي حتى لل 11:30.